الصادق الصباح يهاجم كاريز بشار بعدما فضحت مخرج النار بالنار. هذا شرط للعمل معها مجددا. دنيا ساحة حرب يلي مبلوقة في لحاله. خرج منتجو المسلسل السوري النار بالنار صادق الصباح عن صمته ورد على انتقادات بطلة العمل الفنانة السورية كاريز بشار للتعديلات التي طرأت على نص المسلسل واتهام المخرج بعدم الأمانة. وبعتقد النار بالنار مو لأنه أنا عم بشتغل فيه، بس هذا العمل رح يكون منعطف لما يسمى. وأكد صادق الصباح في تصريح له على هامش تواجده في فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة WOFL في نسخته السادسة أن كاريز بشار خانها التعبير، مشددا على أن احترافية النجم تتطلب منه عدم البوح بكواليس العمل، مستهجنا تصريحاتها وتابع: حقيقة الأمر يمكن خانها التعبير لصديقتنا كاريز، لأنه بعتقد احترافية النجم أو النجمة هو كمان أنه تبقى الكواليس بأهل البيت، يعني بأي مشروع فني يمكن يحصل نقاش، إنما هذا النقاش يخرج العلن خاصة بعد التفاخر بنجاحه. أنا برأيي كاريز خان المصطلح وانبهرت شوي باللقاء الإعلامي، بتمنى أن تعيد النظر. وبيّن أن هناك شروطاً لعودة كاريز العمل مع شركة الصباح، مشيراً إلى أنه ما في استبعاد، بس أكيد إذا بدها كاريز تشتغل مع شركة الصباح لازم نتفهم على رؤية الممثل بشركة الصباح. الممثل هو من يؤدي دور، إنما تبقى المساحة والبصمة والتوقيع الأخير لأي عمل فني للمخرج. احترام ترتيبة مهنيتنا بتوصلنا لبر الأمان. إذا بدها تشتغل كاريز بعد ما شركة الصباح لازم نتفاهم على رؤية الممثل. يذكر أن الممثلة السورية كاريز بشار كانت قد شنت هجوما لاذعا على مخرج النار بالنار محمد عبد العزيز، حيث حملته مسؤولية الانتقادات التي تعرض لها المسلسل. واعتبرت كاريز خلال إطلالة إعلامية لها أن الرسالة التي أراد فريق عمل المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان إيصالها لم تصل كما يجب، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى التعديلات من حذف وإضافة التي جرت على المشاهد من جهته. رد محمد عبد العزيز على تصريحات كاريز بشار الأخيرة والتي كانت قد اتهمته فيها بتغيير أحداث المسلسل، ليرد محمد عبد العزيز من جهته في منشور كتب على حسابه عبر فيسبوك جاء فيه: قلة الأمانة تكمن في الجحود والنكران والنميمة والوصولية، قلة الأمانة تكمن في الغيرة المجانية من زملائها وقلب الحقائق، لذا مع مثل هذا النماذج العدائية لا ينفع سوى نشر الحقائق بالصوت والصورة قريبا. الحقيقة بدي حيي الأستاذ محمد عبد العزيز، لأنه لو ما هذا العمل لم يكتمل،